صباح الخير. الحقيقة أنا ليا سؤال، أنا أمتلك شركة كبيرة ولا طابورة؟ يعني أغيب 5 أيام أرجع ليا التسيب ده؟ حد يرد عليا؟ زي ما حضراتكم كل أول شهر بتطالبوا بحقوقكم، شوفوا واجباتكم. دينا فين؟ الله، فين دينا؟ ما حد يرد. الحمد لله على السلامة يا مستر عبد الله. خير في إيه؟ خير؟ هيجي منين الخير؟ لما يكون عندنا تسليم شغل هاني ومتأخرين عليه، ده يبقى خير؟ حضرتك عارفة إنك في شركة كبيرة ولا لأ؟ أنا لا يمكن أسمح بالتسيب ده. لو مش عارفة أنت شغالة فين؟ تقدري تقدمي استقالتك. ولا كلمة. ورايا. اتفضلي اقفلي الباب وراكي. كلام فاضي. مفيش التزام. وحشتيني يا توتي أوي. أنت أكتر يا عبودي. كان لازمته إيه كل الزعيق اللي أنت عملته ده؟ هنت عليك؟ حركتيني بس عشان محدش ياخد باله. إيه بقى؟ مش يلا ولا هوبا؟ لا هوبا. هو ده بابي. اهلا نيللي حبيبتي، وحشتيني قوي. هاي بابي. هاي روح. طيب يا دينا اتفضلي، بس اياكي تروحي عشان عندنا شغل كتير. اخبار جنيف ايه؟ ولع ولع. ارهاب برضو؟ لا اسعار. ارهاب ايه؟ تعالي ارتاحي. انا مبسوط جدا النهارده. للدرجه دي انا وحشتك؟ لا خالص يا بابي، انا خلصت الليمت بتاع الكريدت بتاعي ولازم اشتري شانيل باك باك الجديده. بس كده؟ هي دي حاجه بسيطه؟ انا بقالي 3 أسابيع ماشيه بستيل ماكارتني، هفضل عايشه فيها طول حياتي؟ يا حبيبتي اطلاقا، انا مستغرب فعلا ازاي ماشيه بستيلا ديت. ما تجيبي سقاره ولا حتى هينكل. ايوه يا سو. ايوه نيلي، انت روحتي فين؟ سو انا ما بقدرش اقعد في مكان اكتر من كده، وبعدين انا عملت اللي انا عايزاه خلاص. سلمي لي على سو. ايوه انت هتجينا على عزا مامة بيكو ولا هتعملي ايه؟ انت فاكراني فاضيه؟ انا ورايا حاجات كتير قوي، لسه عندي بول دانسينج كلاس، وبعده عندي يوجا، وبعدين عندي بيلينج، وبعدين هعمل ضوافري. كل ده مش عاجبك؟ يا بنتي مش هينفع نسيب البنت في الظروف دي، مامتها لسه ميته. انا مش بحب الاعزايه سو، وبعدين ما بحبش بيكو اصلا، فمش هاجي. نيلي ما تنسيش تسلمي لي عليها عشان بابي. ثانيه حبيبي بتكلم. اوكي. طب انت عارفه مين هيبقى هناك؟ شادي. طب تحبي نتقابل هناك ولا تجيلي؟ ابقى قاعد عليكي. باي. طيب اوكي باي. باي ايه؟ اديكي قفلت وما سلمتيش عليها. بابي انا هتاخر النهارده. لا يعني ايه تاخري؟ احنا قلنا مفيش تاخير بعد الساعه 2. معلش عندي عزا مهم جدا لازم اروح. عزا ايه اللي في اخر الليل ده؟ ليه في الجندول ولا برازيانا؟ بابي ممكن اقول لك حاجه؟ اتفضلي. انا بجد مش عارفه ازاي مامي الله يرحمها الست كلاسي الشيك، شي واز كوين، مش عارفة ازاي كانت مندمجة معاك. انت كل حاجة بتحبها بلدي. الويج اللي انت لابسها دي بلدي. ويج ايه يا حبيبتي؟ دي باروكة. دي عاملة زي بتاعت المغنيين. ما تجيب واحدة زي بتاعت نيكولاس كيج. عندك حق، انا كنت رايحة اجيب فعلا اجيب واحدة رزي، بس قالوا لي مفيش اكس لارج. بابي مش دي بس اللي بلدي، كل حاجة بلدي. كلامك، اصحابك، السكرتيرات اللي بيشتغلوا عندك هنا كلهم بلدي. يعني البنت اللي قبل دي اللي شعرها كيرلي كانت احسن شويه. بليز بقى بلاش الجو ده عشان ما اتكلمش كتير. ما قلتليش عايزه كام فلوس؟ عايزه $5,000. I love you by the way. I love you too. يلا ناخد سيلفي عشان احطها انستغرام واقول لك الحمد لله على السلامه. بس 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 فرح 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 فرح. يلا العرس الصغيره بقى كلها تيجي. الاطفال. أطفالنا الأوفياء ييجوا. يلا يلا ثروة بلدنا، أهلا بيكم. يلا نبطل فرك بقى. لا لا عيب، نبطل فرك ونهدى. أنت مش قلت العيال الصغيرة تيجي؟ يلا بتتزحلق. يلا تعالوا نهدى ونثبت. يلا دلوقتي نسمع سقفة كبيرة قوي عشان فكرة الأراجوز. كمان سقفة كبيرة. صحيح سالي واحدة، ده مين صاحب العيد ميلاد؟ اهو تعالى 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 تعالى. اهلا 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 اهلا. اسمك ايه؟ اسماعيل. اسماعيل. اسماعيل ايه؟ احمد محمود الجدي. اسماعيل احمد محمود الجدي، اهلا وسهلا. بقى عندك كام سنة يا اسماعيل؟ سايك.
سانك هو بيشكرني ليه؟ لا سانك بالألماني يعني تمانية. تمانية؟ ده عنده تمانية؟ لا عندي خمسة. خمس سنين؟ خمس سنين. طب وإيه إحساسك بقى يا سمعة وإنت بقى عندك خمس سنين؟ يعني بكون لوحدي وبعمل الحاجات دي. بتاكل لوحدك وبتعمل الحاجات دي؟ حاجات إيه؟ إيه الحاجات اللي يعني بكون لوحدي. بتاكل لوحدك، تمام حلو. طيب يلا بقى إيه؟ نغني لسمعة هابي بيرثداي تو يو. هابي بيرثداي تو يو. إيه ده عبيط؟ عبيط ليه كده؟ ليه يا سمعة؟ عبيط ده أنا كانت بيرثداي من غير تورتة. من غير تورتة؟ غير تورتة. طب إيه نجيب له تورتة يعني ولا إيه؟ ناصح ناصح. طب نغني إيه يا سمعة؟ فرتكة فرتكة. فرتكة فرتكة. طب يلا فرتكة فرتكة على الطبلة وعلى السكسكة. فرتكة فرتكة على الطبلة وعلى السكسكة. يلا يلا يا سمعة يلا. أروح ألعب بقى. ماشي روح ألعب. إيه الطفل الغريب ده؟ فرتكة إيه؟ يلا خدي بقى. هاي عليكم يا ولاد. هاي. يا ترى فين لوز الأراجوز؟ اطلع يا لوز يا أراجوز يا عبيط. اطلع يا لوز يا عبيط. أهلاً وسهلاً بأطفالنا الحلوين. دلوقتي هنلعب. ما تستعجل شوية. ما هو الأراجوز اللي بيكلم كده. دلوقتي هنلعب ألعاب جميلة بس لازم أنده للمساعدة بتاعتي. يا عبلة يا عبلة. أهلاً 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 يا أولاد. ما تلم نفسك شوية يا لوز يا أراجوز. ما انت اللي بدأتي يا عبلة يا هبلة. لازم تلم نفسك عشان ما خليش ليلتك نكد عليك وعلى دماغك. ما بقتش تفرق معايا مدام اصطبحت بوش العقربة البومة الشريرة خالتك صباح. طب وحياة أمك لا قول لها عشان تأمرزك. وتأمرزني ليه؟ عشان بقالك تلات سنين مبلط في أمها. مبلط في أمها؟ هي قالت مبلط في أمها؟ قالت آخرنا 10 minutes. أنا مش بقدر أستحمل الأعزية دي، بتبقى كئيبة قوي. أصلا مش عارفة بقول إيه دلوقتي. البقية في حياتك، شدي حيلك، something like that. إيه يا بنتي الكلام القديم ده؟ كل الناس بتقول البقاء لله. اوكي اوكي. فين بيكو؟ هي هير شي از. بيكو حبيبتي البقاء لله. بصي يا حبيبتي عايزك بقى بليز اوعي تتضايقي. الحمد لله انا احسن كتير. برافو عليكي. شيلي كل النيجاتيف انرجي اللي حواليكي عشان تريحي روحك وروح مامتك الله يرحمها. كانت تعبانه قوي في الاخر بس الحمد لله استريحت. برافو عليكي. خليكي كده بوزيتيف. حتى لما تفتكريها افتكري لها الحاجات الحلوه. فاكره لما كانت بتيجي توصلك للمدرسه الصبح؟ انت عارفه يا سو كلنا كنا بنيجي بالدرايفرز الا ماما بيكو كانت بتصمم تسوق في البرد عشان توصلك. سو سويت. فاكره كانت بتدخلنا كلنا كلاسز وبعدين تستنيكي كده عند السور وتشاور لك. فاكره؟ شي سو كيوت. لا كانت فظيعه. انت مش فاهمه العمليه اللي عملتيها. زايدة. ايوه زايدة. فاكرة. لا يا بيكو انتي مش فاكرة. انتي كنتي بينج. انا كنت واقفة معاها برا. انتي مش فاهمة الست كانت منهارة. ايوه كانت عمالة تقول لنا انتوا عارفين مين اللي جوه؟ بيكو اللي جوه. حتة مني اللي جوه. كان ناقص نجيب لها اوضة جنبك. خلاص. وخطوبتها انتي ازاي نسيتي؟ اوف ازاي نسيت؟ للي بليز ستوبت. خلاص. لا يا بيكو ده احلى موقف في العالم. الست كانت خلاص على اخرها في المستشفى وصممت تيجي على عكاكيز عشان تشوفك في القاعه وتعمل لك سربرايز. بس يا خساره هي مش هتلحق تشوفك وانت عروسه. خلاص بقى حرام عليكم بقى. يا حرام. حرام فعلا. She's not strong enough عشان تستوعب الموقف. ايه هاني في ايه؟ حرام عليك انا مش عارفه اشوف رجلي بالبتاعه دي. ايه ما خدتش بالي. خبطتني على فكره. خلاص الرقص بعيد عني. طب ركز بقى شويه ركز. الله يا حبايبي يا حلوين. يلا انت يا صغير طلعت بره. يلا مش قادره اتنفس يا هاني. ما توقف الكراسي دي حرام عليك انا مش قادره اتنفس. يلا حبايبي. Ah!
تقعدي تضربيني بالكرسي؟ انت كمان غبي يا هاني، ده انت ليله عقلك سودا النهارده. بيتك عامل كده يا جنينه طلع. لا لا ما حدش يضربك. انت غريبه المجانين، اطلع بره، اطلع بره، اطلع بره. شادي شادي، هاو دو اي لوك؟ يو لوك جريت. هاي شادي. هاي. هاي، ازيكم عاملين ايه؟ ازيك يا شادي؟ تمام. هو انتوا جايين مع بعض ولا انت لقيتها على السلم؟ لا احنا جايين مع بعض. هو انت ما تعرفيش ان احنا اتصاحبنا ولا ايه؟ وان شاء الله خطوبتنا قريب قوي، اكيد هنعزمكم. ايه ده، مبروك. I'm so happy for you guys. Thank you so. You're welcome. Oh. Bye Pico. اثبتي يا شوش، اثبتي. ولا انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ انت ايه اتجننتي؟ بتضربيني بالكرسي؟ مفكره نفسك بتتخني في خماره ولا انت امير قراره ولا ايه؟ ايه ده؟ هو انت اللي كنت جوه الدبدوب؟ ما خدتش بالي. وحياه خالتك؟ ايه؟ بت انت بت؟ إيه؟ واحنا كل ما هنقفش على بعض ولا هنشد مع بعض هتمد ايدك عليا؟ راعي يا ماما ان انا عيل غبي، يعني ممكن في مره اديكي ضربه موتك. نعم يا اخويا، هو انت عايز تمد ايدك عليا واقف ارقصلك؟ هتمد ايدك همد ايدي. والنبي. اه. طب تعالي بقى، تعالي اوريكي مد الايد، تعالي. اطلعي بره يا جبانة. اطلعي يا جبانة. انت برتقاله ولا سحلفه ولا ايه؟ ما اطلعي. مش طالعه. ماشي. ماشي يا شوش. انا مش همد ايدي تاني يا شوش، تمام؟ انا همد رجلي بعد كده. همد رجلي. طب انت بتضرب هنا عشان ايه؟ طب وحياة امي. طب اصبر. هتعملي ايه؟ اصبر عليا. اه. اه بس بس. خلاص خلاص خلاص، كفايه هتقلب بجد على فكره. بس يلا اتنقلي اركب عشان اوصلك. اسف، لازم تعتذرلي الاول. يا جبانه، ده انت اللي ضرباني ومهزاني قدام الناس، اعتذرلك ازاي؟ انت برضك اهنتني قدام الناس، تعتذرلي الاول. طب اتمسي يا شوشو احسن لك. متاسفه، كرامتي فوق كل شيء، لازم تعتذرلي الاول لانك اهنتني وبهدلتني قدام الناس، وانا مش هسامحك. ودلوقتي كمان بتضربني في بطني. ليه بتضربني في بطني؟ مش هسامحك يا هاني. هاني هاني هاني، تعالى، ما حصلش حاجة. هاني تعالى. هاني مشيت ليه؟ كان لازم امشي طبعا عشان ما اقعدش اتفرج عليهم. البتاعة دي كانت هتقعد تغيظ فيا بجد. زفتة وهو حيوان، لايقين على بعض قوي. سو، هو انت لسه قاعدة عندك بتعملي ايه؟ لما انا امشي انت تمشي. يلا قومي. ولا اقولك، خليكي خليكي خليكي، ابعتيلي دلوقتي حالا ريبورت على واتساب، قوليلي بيعملوا ايه، صوريهم لي على الموبايل. باي. حسابك كم يا حج؟ 175 قرش. حاضر. انا غبية عشان انا اتدلقت عليه. انا بجد غبية غبية.